هذا وترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقت الدرس الأستاذة صفية عبد الرحيم الطيب محمد، وزيرة سابقة وأستاذة بجامعة أم درمان وعضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالسودان، وتناولت بالدرس والتحليل موضوع ثوابت الهوية الإسلامية في إفريقيا وتحديات المحافظة عليها. مولاي أمير المؤمنين